الناس ملي تيفرقوا الصيام وقت الفطور بالاخص في الليل تيكون واحد الاكثار، ممكن يكون اكثر من تناول قهوه والشاي اللي هما سي دي زيكسيتون، ان الناس تقول لك بون ما خديتهمش في النهار ناخذهم في الليل. هما كيف قلنا هما سي دي زيكسيتون، يعني ممكن انهم يكون عندهم واحد المفعول دار بالنسبه للنوم ديالنا. وتنعرفوا بان اضطراب النوم هو اول سبب للتعب والصعوبه الصيام في رمضان. اذا بما ان ما يمكن ليناش نتناولهم بنهار، فمن الاحسن اننا نجنبهم في الليل، اتاي وقهوه معمولين باش الناس يبقاو فايقين ومنتبهين. احنا في الليل خلال رمضان ما محتاجينش اننا نبقاو فايقين ونبقاو منتبهين، لان تتبعنا تخصنا نوجدوا النوم ديالنا ولا كاليتي ديال النوم ديالنا، لان هاد لي زيكسيتون هادو الاقل ما تعملوا انهم تقلوا من لا كاليتي ديال لو سومي. وكيف قلت ان النوم مهم في رمضان، يمكن هو والماء اهم من الاكل في رمضان، كيحتلوا واحد الاهميه كبيره، وخص الناس يكونوا شويه كونسيون بهاد العمليه هادي. هذا من جهه تاثير اولا على النوم ديالنا. كاين مساله اخرى ان تكونوا هما يسدي ديوريتيك، عندهم واحد ليفي على انهم تيكثروا التبول. ممكن الى كثرنا منهم وما عطيناش الذات ديالنا الماء الكافي ممكن ياثروا على الصحه ديالنا دو بوين دو في دو ليدغاتاسيون ديال لو كور ديالنا. وهاد المسائل ممكن تاثر على لو فونكسيونمون ديال لو غان، بالاخص الناس اللي عندهم بعض الامراض ديال الكلي. دونك خصنا نكونوا منتبهين لهاد عدم الافراط او عدم تناول بحال هاد المنشطات في الليل، لان ما كاينش علاش نتناولوها، ولانها ممكن تاثر لنا على الصحه ديالنا خلال شهر رمضان.